في أحلى من صوت الطيور؟ الصباح الجو براد ممتاز، متعة سبحان الله. طبعا أكيد لازم أنك تكون مصلي الفجر معين خير، عشان لا يجي واحد مدرعم يقول لا ما في أحلى من الصلاة. إحنا ما نتكلم في الدين، نتكلم على أجواء حلوة وجت الشاحنة وخربت الهدوء. وسبحان الله تجي تفكر يعني عقليات الناس وتفكير الناس، خصوصا لما تدخل في السوشيال ميديا كيف الناس نفسيتها في نفس الموقف تكون مختلفة كليا. مثال، لما جيت أشتري مثلا سيارة فخمة، بورش، بنتلي، اللي يكون، تلقى نسبة بسيطة جدا اللي تبارك، ونسبة كبيرة جدا يعني تبي تتفشخر علينا، يعني أن عندي بنتلي، يعني أن عندي بورش، يعني أن عندي whatever اللي كان. نفس الوقت لما تشتري سيارة رخيصة موضوع مختلف كليا، تلقى الأغلبية تبارك الحمد لله، وفي نسبة كبيرة قاعد طقطق وتضحك، بس ما جت قالت يعني تبي تتفشخر علينا. طيب يعني هو نفس الموقف، هي السيارة سواء كانت آخر سيارة سوزوكي ديزاير ولا السيارات اللي قبلها. فسبحان الله يعني حاول انك ما تربط نفسيتك وتفكيرك بالناس الاخرين، سو اللي براسك واللي انت مقتنع فيه، الناس عجبهم او ما عجبهم لا يهمك. طبعا اكيد انه لازم تكون انك تحترم العادات والتقاليد والامور هذه، اما اللي يعجبك وما يعجب الناس كيفهم.